تخوازيام كلاس يعني هو الثالثه والسادسه، وكتفوزهم على بواحد القيمه ماليه اللي هي 30,000 درهم، 3 مليون سنتيم. تبارك الله عليك ومبروك عليك وهني لك مولاي. بارك الله فيك اخويا، الله ما بارك. مرحبا الله يا وسيم، مرحبا بك، الشكر كامل كيولي لذات الملك نصره الله لانه هو اللي كيدير لكم هذه المبادره الوطنيه في الوجه. شكرا اخويا، شكرا. مرحبا. بارك الاسم ديالك الله يجزيك بخير. مراد. مراد. الداودي. مراد داودي، تبارك الله عليك سي مراد، اشمن مدينة هذه سي مراد الله يجزيك بخير؟ أكادير أخويا. مدينة أكادير، مجال حضاري ولا قروي الله يجزيك بخير؟ لا حضاري. مرحبا ألف مرحبا، سي مراد الكادو ديالك غادي تسلمو اليوم إن شاء الله في المدينة ديالك اللي هي مدينة أكادير في لابون فوق الظهير، غادي نبداو معك شي إجراءات اللي قانونية وبسيطة وجاذبة العمل باش كنفتحو لك واحد الحساب في البنك الشعبي وكنديرو لك ترونسفير دو أرجون تحويل مالي. أييه. الرباط مدينة أكادير إن شاء الله سي مراد. أييه. وي سيدي استاذ بدا معنا الاجراءات الله يجازيك بخير استاذ. ان شاء الله بحول الله. مرحبا خليك معايا على الخطه سي مراد، غادي توجد لاكارت ناسيونال ديالك بطاقه التعريف وتوجد واحد الوريقه وستيلو شي ورقه تكون نقيه بحال وجهك الله يجازيك بخير وقول لي انا اللي معك الاستيلاء. بارك الله فيك، بقى معايا واحد دقيقه. مرحبا استاذ، انا معك على الخط مكالمات الينيك الله يجازيك بخير. شكرا بلاتي. وي خويا انا معك. وي تبارك الله عليك سي مراد، مرحبا الف مرحبا. بارك الله فيك. اييه اخويا كلشي قدامي دابا. مرحبا، عندك شي وليدات سي مراد؟ لا مازال. مازال استاذ، الدومين ديالك ميدان العمل. التجارة. تجارة، مرحبا الف مرحبا استاذ. دابا حاليا الله يجازيك بخير سي مراد، غتخليك معايا على الخط، غتعطيني النيميرو ديال كارت ماسك. اييه. تفضل معايا استاذ، علاش كنطلبوا منك النيميرو ديال كارت ماسك الورقة والستيلو؟ اييه. كارت ماسك الورقة باش كنفتح لك واحد الحساب. اييه تفضل معايا استاذ. نعطيك نمرة لاكارت؟ اكزاكتومون سي مراد، مرحبا. جي بي. جي بي اييه خليك معايا استاذ. اييه. جي بي 101. 101. 435. 435، مرحبا ألف مرحبا سي مراد. الله يبارك فيك. عندك كل مولاي؟ اييه كلشي قدامي. اكزاكتومون تقيد معايا بروميير كود الله يجازيك بخير اللي هو كود استقبال في لابونك بوبيلا ومن بعد كندير لك واحد الثلاثه ديال لي كود اللي هما لي كود بونكير ان شاء الله غدير معايا دوبل زيرو سي مراد. دوبل زيرو 23 يعني 23. اييه 07 07. اييه 06. اييه 06 42 على الفاس 42 في الاخر سي مراد. اييه. مرحبا، بالنسبه لك استاذ الدومين ديالك التجاره في اشمن مجال الله يجازيك بخير؟ المواد الغذائيه خويا. المواد الغذائية، مرحبا ألف مرحبا سي مراد. بارك الله فيك. سي مراد غتخليك معايا على الخط الله يجازيك بخير، غندير واحد الاتصال ديال لابونكا مولاي. أييه. نشوف شنو يطلبوا منك باش يفتحوا لك واحد الكونت. أييه. واش يطلبوها منك سي مراد غادي نقولها لك، واخا سيدي. واخا خويا مرحبا. خليك معنا على الخط أستاذ، شكرا على التفهم ديالك. بارك الله فيك، الله يا ودي مرحبا. وي خويا انا معك. تبارك الله عليك استاذ، مرحبا الف مرحبا. دابا حاليا سي مراد الله يجازيك بخير، تقول لي يا استاذ الله يجازيك بخير ان شاء الله كتوجد معنا واحد جوج ديال الوثيقات ديال الشركه ديالنا ديال استاذ مريض ديال سيكونديران سيكونديران 50 درهم. هاد الوثيقات هذا سي مراد كنطبيو من هنا ديال البنك الشعبي ان شاء الله اللي في المدينه ديالك. ايوه. باش كيفتحوا لك واحد الحساب في البنك الشعبي ان شاء الله. ايوه. كيديروا لك ترونسفير دو ارجون تحويل مالي. ايوه. في مدينه الرباط لمدينه اكادير ان شاء الله. اشمن بلاصه كتواجد انت في مدينه اكادير بالضبط؟ انا كيف حي الداخله. أكادير في الداخلة. أييه. مرحبا سي مراد، دابا حاليا كيف ما قلت لك سي مراد غتوجد معايا واحد جوج ديال لي روشارج أستاذ ديال سيكونديران ديال الشركة ديالنا، وغتوجد معاهم هاد الوريقة اللي عطيتك فيها بروميير كود، تقول لي أنا باش نتكلم معاك في ياسين برادة الموظف أستاذ ديال الشركة ديالنا الله يجازيك بخير. أييه. إكزاكتومون، أش غدير سي مراد دابا حاليا؟ غتعطيني أستاذ تعطيني النمرة ديال فاش غنصيفطها ولا شنو؟ لا ما تصيفطها ما والو أستاذ، غتحتاج منها أنت بعد لي كود الله يجازيك بخير اللي كنطبيهم الناس ديال لابونك. اه بون اكزاكت
تسمو السيمورا. أيه. مرحبا غتخليك معايا نخطط السيمورا غادي تزوج جوج ديال لي روشات ديال 50 درهم ديال صاد المغرب ديال الشركه ديالنا وتزوجت معاهم استاذ ديك الوريقه ما جات بخير باش كنطبيو بعض لي كود الناس ديال البنك الشعبي كيفتحوا لك واحد الحساب ان شاء الله وكندير لك حنا التحويل المالي يعطيك واحد جوج ديال لي كود العنوان ديال البنك ان شاء الله السيمورا. دابا نشري جوج ديال لي كارت ب 50 درهم اكزاكتومون استاذ وغادي تعطيني 3 المليون. وما كتمرقوش اخويا باز ليكم. نعم سي مراد. واش ما عييتوش من هاد التقوى ديالكم؟ شحبتو الله يلا شحبتو والله. المهم الخوت حضروا راسكم، انتم كتشوفوا النمرة ها هي 07 66 28 29 79 07 66 28 29 79. حضروا راسكم الخوت تهلاو في راسكم. تحياتي.